بين أزمة وأخرى، يقضي العراقيون عيد الأضحى هذا العام بعيدا عن مظاهر الفرحة والاحتفال التي ترتبط في الأذهان بالعيد، غير أن العراقيين هذا العام يقضون عيدهم وقد شاركوا الكثير من دول العالم أزمة تفشي فيروس كورونا. وإن تلونت الأزمة في العراق بلون الفساد والإهمال الحكومي اللذين حرما العراقيين من مظاهر فرحة العيد. كنا العام نطلع تجول يوم العيد، نروح زيارة الأهل، الأقارب، القرايب، زيارة القبور، كل واحد اختلاف. هاي السنة صارت ويانا هاي الأزمة مال كورونا، صارت ويانا هاي الأزمة مال كورونا وخلتنا لا نطلع مننا لا نقدر نتحرك، ظلينا بالبيت محصورين. يأتي العيد على العراق في ظل أزمة اقتصادية خانقة أفقدت كثيرا من المواطنين مصدر دخلهم ودفعت بهم نحو طوابير العاطلين وما يرزحون تحت خط الفقر، فبدت الأسواق شبه خالية من روادها في بلد ينعم حاكموه بمئات المليارات من أموال الشعب. وبينما تصدر الحكومة قرارا بحظر التجول كإجراء احترازي للحد من تفشي الوباء، يقول مواطنون إن أكثر الناس لن يلتزموا بذلك بسبب الفقر وتخلي الحكومة عن مساعدتهم. العراقيين ثلاث أرباعهم فقراء وما عندهم، شوف الدول العربية دول متقدمة تعطيهم أكل، تعطيهم مبالغ، يشترون حاجات اللي تكفيهم مال شهر وترجع إذا خلصوا مرت الخام تعطيهم هذا المبلغ، ليش؟ حتى خوفا لا يطلعون بالشارع ولا يتجمعون ولا يصير بهم وباء، فماكو أي اهتمام بالعراق. ماكو أي اهتمام من الحكومة بالشعب العراقي. ويأتي العيد ويرحل ويبقى العراقيون ضحية سيطرة نظام محاصصة فاسد تمسك بزمام الأمور فيه قلة تنهب مقدرات الشعب وتسرق حتى فرحة العيد.